وجولة مع أخبار المحافظات. في الفيوم تم تسليم لحوم صكوك الأضاحي والإطعام للأسر الأولى بالرعاية، وفي جامعة المنوفية بدأ صندوق رعاية المبتكرين بتدريبات ل 27 فريق مشارك في أولمبياد الشركات الناشئة. كمان بورسعيد في استعدادات لبدء تشغيل مجمع الصناعات الثالث للشباب، وفي كفر الشيخ تم تسليم 1155 جهاز تعويضي وسماعة طبية لذوي الهمم. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في البحر الأحمر هيئة الموانئ رفعت درجة الاستعداد والطوارئ بمينائي سفاجة والغردقة لاستقبال عمالة الحج بعد انتهاء موسم الحج، واستقبل ميناء سفاجة 7600 من العمالة، كما استقبل ميناء الغردقة 3400 راكب من عمالة الحج على متن العبارة القاهرة. في الفيوم شهدت المحافظة تسليم الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحي المقدرة ب 2 طن لحوم مقدمة من وزارة الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية للتخفيف عنهم. في الوادي الجديد أعلنت مديرية الزراعة أنه جرى الانتهاء من توريد 550 ألف طن قمح بصوامع المحافظة دون توقف أعمال التوريد حتى في أيام عيد الأضحى، وبلغت المساحة المنزرعة من المحصول الاستراتيجي هذا العام 328 ألف فدان بزيادة قدرها 8000 فدان عن العام الماضي بمتوسط إنتاجية 17 طن لكل فدان. في جامعة المنوفية أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بدء تدريبات 27 فريق مشارك في أولمبياد الشركات الناشئة على مستوى الجامعة من خلال تعاون مشترك مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي، وده بهدف خلق بيئة مناسبة للطلاب المبتكرين والمخترعين ومساعدتهم في نجاح مشاريعهم الابتكارية والحصول على براءات اختراع من خلال الخدمات اللي بيقدمها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. في بورسعيد أعلنت المحافظة عن تنفيذ أعمال رصف الطرق الداخلية والانتهاء من توصيل جميع المرافق لمشروع مجمع الصناعات الثالث للشباب جنوب المدينة اللي بيأتي في إطار النهضة الاقتصادية اللي بتشهدها بورسعيد مؤخراً، وتم الانتهاء من توصيل جميع المرافق لمجمع الصناعات الثالث الجديد 3 يوليو بما تشمله من أعمال رصف الطرق المحيطة بالمجمع، وده في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح وتشغيل المجمع الجديد. في الإسكندرية أعلنت مكتبة الإسكندرية فتح أبوابها مجاناً لطلبة الثانوية العامة طوال فترة الامتحانات يومياً من الحد للخميس من الساعة 7:30 مساءً للساعة 10:30 مساءً، ويومي الجمعة والسبت والأجازات الرسمية من الساعة 5 مساءً إلى الساعة 10 مساءً، والدخول بتقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب. في كفر الشيخ أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي تسليم 1155 جهاز تعويضي وسماعة طبية لذوي الهمم على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في إطار تقديم خدمتها في المجال الطبي لمساعدة أصحاب الهمم غير القادرين ورفع المعاناة عنهم، وده في إطار الدعم المتواصل اللي بتقدمه الدولة المصرية لذوي الهمم من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل وتأمين الدخل الكافي ليهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.